كثيرة هي قصص ماسحي الأحذية، وغالبا ما تحكي لنا قصة تدرج من الفقر إلى الغنى، وصعود من قاع المجتمع إلى قممه الأعلى. في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة هي القصص التي تتحدث عن ماسح الأحذية الذي صار سياسيا مرموقا أو واحدا من كبار الأغنياء ذوي النفوذ. في كل القصص يرد التدرج من أسفل، ماسح الأحذية الذي ينزل بهامته لينظف أحذية الآخرين، إلى أعلى، إلى كل ما هو فوق مستوى انحناءة ماسح الأحذية. قصتنا تبدأ في حي كارير سنترال الشهير بالدار البيضاء. كان فيما مضى أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي في المغرب. في هذا الحي الذي ارتبط بمقاومة الاستعمار ولد خالد الحملي. كان والده عاملا في معمل تكرير السكر، بينما كانت والدته ربة بيت. كان الولد الوحيد لهذين الزوجين اللذين ينحدران من تافيلالت. كان حلم والد خالد أن يمكنه من مواصلة الدراسة حتى المستويات الأعلى، وقد تمكن الشاب من بلوغ مستوى البكالوريا، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة. كان المرض قد أقعد والده عن العمل، ومن فراش مرضه نصحه بولوج التكوين المهني علّه يظفر بحرفة. عمل بنصيحة والده والتحق بشعبة صناعة الأحذية العصرية. كانت المهنة تعرف نوعا من الازدهار بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها الحذاء المغربي في الخارج. بعد 3 أعوام حصل خالد الحملي على دبلوم تقني متخصص في صناعة الأحذية، ولكنه لم يتمكن من الحصول على عمل. خالد يبلغ من العمر 22 عاما. توفي والده منذ عام تقريبا، ولم يعد لأسرته من معيل. لما يأس من العثور على عمل يوفر له دخلا قارا، توجه إلى حرفة لم يخطر بباله يوما أن يتعاطاها. تدبر أمره وصنع لنفسه صندوقا وضع به بضع علب من صباغة الأحذية وفرشاة. قرر أن يصير ماسح أحذية. لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لشاب نال حظا من التعليم ومن التكوين أيضا، ولكنه قرر أن يكون ماسح أحذية يختلف عن باقي ماسحي الأحذية. منذ الأيام الأولى لمس خالد أن تلك المهنة التي يعتبرها كثيرون دونية مكنته من دخل يومي يتيح له توفير بعض ما يحتاج إليها. قرر أن يكون مختلفا عن باقي ماسحي الأحذية، ولذلك كان حريصا على نظافة مظهره ولباقة حديثه. كان ينتقي عباراته بدقة وهو يخاطب زبناءه. اتخذ خالد موطنا للعمل رصيف البريد الكبير، وأحيانا كان يقف بجوار بنك المغرب. وسرعان ما تعود عليه الموظفون، ومنهم الموظفون رفيع المستوى الذين دأبوا على التوقف عنده لتلميع أحذيتهم قبل أن يلتحقوا بعملهم. مضت 7 أعوام، تحسنت أحوال صاحبنا خالد الذي اشترى دراجة نارية. ظل حريصا على أناقته، وقد تعود باعة الصحف وأيضا عمال النظافة على رؤيته وهو يصل إلى جوار البريد الكبير أو بنك المغرب. اشترى هاتفا نقالا مجهزا بآلة تصوير، وكان في أوقات الفراغ حين يكون في انتظار وصول الزبناء يزاول ما بدا هواية كانت كامنة بداخله. كان يعشق التصوير، كان يحب تصوير السيارات الفخمة، ثم صار موضوعه تصوير الأحذية، ثم صار يصور الوجوه التي تعبر من أمامه، وجوه في زحمة شارع الدار البيضاء وأخرى تأتي من أنحاء المغرب كافة. مع مرور الوقت صار لديه كم هائل من الصور. الذين يعبرون من أمام البريد المركزي في الدار البيضاء أو من الرصيف المحاذي لبنك المغرب لم يكن لهم أن ينتبهوا إلى ما كان يقوم به ماسح الأحذية. ذات مرة لاحظ توقف سيارة فارهة سوداء اللون ألمانية الصنع أمام بنك المغرب. وبما أنه يعشق إلى حد الجنون تصوير السيارات الفارهة فقد صورها. لاحظ أن رجلين أنيقي المظهر نزلا من السيارة ثم وقفا أمام مدخل بنك المغرب. ترددا ثم في غفلة منهما صورهما. في اليوم التالي لاحظ خالد ماسح الأحذية
أن السيارة السوداء عادت لتقف أمام مدخل بنك المغرب. كان شبه موقن بأنها السيارة ذاتها التي كانت متوقفة هناك أمس، ولكن الذي أثار انتباهه أنها لا تحمل الألواح المعدنية ذاتها. عاد إلى هاتفه المحمول واستخرج الصورة التي التقطها بالأمس. كانت السيارة تحمل لوحة معدنية مختلفة، وكما حدث بالأمس فقد نزل رجلان من السيارة ووقفا بمدخل بنك المغرب بينما لم يغادر السائق كرسيه. كان خالد ماسح الأحذية يقف في مكان قريب، لم يثر انتباه الرجلين. بدا لهما وكأنه يلهو بلعبة في هاتفه النقال، وما أن لمس منهما غفلة حتى صورهما. في تلك اللحظة فتح باب بنك المغرب وخرج منه رجل أصلع قصير القامة، كان يحمل حقيبة سوداء. رأى خالد الرجلين وقد أسرع إلى وضع غطاء أسود شفاف على رأسهما ووجهيهما. تقدم أحدهما نحو الرجل ورش عليه غازا من قنينة بخاخة. في لمح البصر سقط الرجل مغشيا عليه. كان خالد يتابع ما يجري وهو يصور بهاتفه النقال. استولى الرجلان على الحقيبة ثم أسرع إلى السيارة الفارهة، ركب وانطلقت السيارة مسرعة. اختفت وظل الرجل الأصلع ملقا على الرصيف. كان أحد الرجلين اللذين هاجماه قد تخلص من قناعه قبل أن يركب السيارة. أخذ خالد القناع ووضعه في كيس بلاستيكي. كانت الساعة تقترب من 11 صباحا. بدأ المرة والفضوليون يتحلقون حول الرجل الواقع أرضا. جاء أحدهم مسرعا شق لنفسه طريقا وسط المتحلقين حتى وصل إلى الرجل. بدا وقد صدم لهول ما حدث. علمت الشرطة أنه سائق شركة البناء وأنه كان يبحث عن مكان يركن فيه السيارة للالتحاق بصاحبه. لم تتأخر الشرطة في الوصول. كان ماسح الأحذية يتابع كل التطورات. علمت الشرطة أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو عبد العاطي الأسمر، ويعمل محاسبا في إحدى شركات البناء التي أوكلت إليها وزارة التجهيز بناء سد بالمحمدية. كان الرجل قد استلم من بنك المغرب مبلغا يقارب 3 ملايين درهم هي أجور موظفي ومستخدمي الشركة. نقل الرجل في غيبوبة إلى المستشفى. تقاطر على بنك المغرب متداخلون كثيرون، مسؤولون من ولاية الدار البيضاء الكبرى، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووالي الأمن، وفريق من المصلحة الولائية للشرطة القضائية. بدأت التحريات. لم يجد الباحثون أي دليل على مسرح الجريمة، وبعد الاستماع إلى سائق الشركة العقارية توجهوا إلى موظف صندوق بنك المغرب الذي أكد أن المحاسب عبد العاطي الأسمر كان متعودا على سحب مبالغ مالية هامة من شباك بنك المغرب، وأنه لم يتعرض لأي مشكلة من قبل. علم الباحثون من السائق أن السيد عبد العاطي بعد أن سحب 3 ملايين درهم كان سيسافر إلى مراكش حيث سيدفع لموظفين للشركة أجورهم. وجد الباحثون أنفسهم في مواجهة شح في المعلومات التي قد تتيح الوصول إلى الذين هاجموا عبد العاطي الأسمر واستولوا على حقيبته التي تحمل فضلا عن 3 ملايين درهم وثائق إدارية هامة للشركة التي يعمل بها. لم يكترث أي من الباحثين إلى وجود ماسح الأحذية. كان خالد ينتظر أن يسأل فيجيب بما يعلم، وبما أن أي أحد لم يقترب منه فقد لاذ بالصمت. في لحظة ما اتخذها تسلية، قال في نفسه لما لا يختبر مدى قدرة الباحثين في الوصول إلى الجنة. كان هاتفه المحمول يحتوي على صور تغطي كل مراحل ذلك الاعتداء. كان يتوقع أن يقترب منه واحد من المحققين ليسأله، ولكنهم جميعهم تجاهلوه، ولذلك قرر أن يلتزم السكوت وأن يتابع من بعيد مجريات التحقيق. في المستشفى رغم الجهد الذي قام به الأطباء لم يفق عبد العاطي الأسمر من غيبوبته. في صبح اليوم التالي للاعتداء فارق الحياة. لم يصمد لقوة الغاز المخدر
الذي رشه به أولئك الذين اعتدوا عليه وسرقوا منه حقيبته التي كانت تحتوي على 3 ملايين درهم هي أجور موظفين وعمال للشركة التي كان يعمل بها. ما قاله السائق الذي كان يرافق عبد العاطي لم يحمل ما يجعل التحقيق يتقدم. قال إنه عندما تعرض عبد العاطي للاعتداء كان يبحث عن مكان يركن فيه سيارته ليلتحق به. قال أيضا إنهما كانا سيسافران إلى مراكش لإيصال مستحقات لموظفين للشركة هناك. عدا ذلك لا شيء. لم يحصل المحققون من السائق على ما يدل أنهما هو وعبد العاطي كانا ملاحقين، أو أنه لاحظ أن شخصا أو أشخاصا يتبعان خطواتهما، لا شيء من ذلك. سئل السائق عما إذا كان هناك من كان يعلم بمهمتهما في بنك المغرب، فأجاب أن المدير وحده كان يعلم. في اليوم الموالي غطى خبر الاعتداء الذي وقع عند باب بنك المغرب بالدار البيضاء الصفحات الأولى للجرائد. وفي غياب معلومات كافية حول ظروف وملابسات الهجوم الذي تعرض له محاسب شركة البناء والذي كلفه حياته، فإن أغلب الصحف مضت إلى أن ما حدث إنما هو ناتج عن تراخي الجهات المسؤولة عن الأمن الذي نتج عنه تزايد في الأعمال الإجرامية. لم يكن الرأي العام المغربي متعودا على مثل تلك الاعتداءات، حيث يرتدي الجناة أقنعة ويستعملون غازات مخدرة. أبرزت الصحف خطورة الذي حدث، فقد قتل المحاسب وتمكنت العصابة من الاستيلاء على 300 مليون سنتيم. وضعت التغطية الإعلامية المكثفة لذلك الاعتداء القائمين على الأمن في الدار البيضاء تحت ضغط شديد قلما تعرضوا له. شركة البناء التي كان يعمل بها عبد العاطي الأسمر سعت إلى المساهمة في البحث، وقد خصصت مكافأة مالية قيمتها 1 مليون درهم لكل من قدم معلومات تتيح الوصول إلى المعتدين. كانت المكافأة تساوي 1/3 المبلغ المالي الذي سطى عليه اللصوص. كان خالد الحنبلي ماسح الأحذية قد تأثر لوفاة المحاسب عبد العاطي، اتصل هاتفيا بإدارة الشركة وأبلغها أنه يتوفر على ما يقود إلى المجرمين، ولكنه اشترط أن يحصل على التزام رسمي مكتوب من الشركة بدفع المكافأة فور إدلائه بتلك المعلومات، كما اشترط أن يكشف ما لديه أمام الجهات المختصة. كان الموعد الصبح في 10:00، طرق خالد باب مكتب العميد محمد الجبوري رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. لما أذن له بالدخول شرح أسباب قدومه، قال إنه يتوفر على أدلة تؤدي إلى العصابة التي هاجمت محاسب شركة البناء في مدخل بنك المغرب، ولكنه أضاف أنه لن يقدم أيا من الأدلة التي لديه إلا بحضور محام يتولى توفير الضمانات التي تتيح له الاستفادة من المكافأة المالية التي رصدتها الشركة لمن يقدم معلومات تتيح إلقاء القبض على الجناة. كان طلبا غريبا، وبعد أن اتصل بالوكيل العام للملك الذي أكد أن ذلك لا يخالف القانون، أجرى العميد اتصالا هاتفيا مع نقابة المحامين التي عينت محاميا يمثل خالد الحنبلي. بعد لحظات حضر ممثل عن الشركة وبدأ خالد في سرد الوقائع أولا كما تابعها، ثم بعد ذلك مكن العميد الجبوري من هاتفه المحمول. قال له إنه يحتوي على صور تخص الاعتداء، أولاها صور تعود إلى يوم قبل الاعتداء وأخرى توثق الاعتداء بالكامل. في دقائق معدودات تم تحميل الصور إلى حاسوب في مكتب العميد. كانت الصور التي التقطها خالد عشية الاعتداء تظهر بشكل واضح وجهي الرجلين اللذين نفذا الهجوم، كما أن صورة السيارة التي استعملوها كانت واضحة. الصور التي التقطها ماسح الأحذية في اليوم التالي تبدأ بصور للرجلين وهما واقفان بالقرب من مدخل بنك المغرب، ثم تليها صور للسيارة الفارهة التي كانت مستوقفة بالقرب من المكان. لم تكن تظهر بوضوح ملامح السائق. ذهل العميد محمد الجبوري لما وثقه ماسح الأحذية،
في الصور التي تلت يظهر الرجلان وهما يضعان قناعين على وجههما، ثم وهما يتقدمان نحو رجل يخرج من باب بنك المغرب وبيده حقيبة. يقوم أحدهما برش وجه الضحية بعلبة بخاخة. في الصور الأخيرة التي استخرجت من هاتف خالد يظهر الرجلان وهما يسرعان إلى السيارة الفارهة ويركبانها. الصورة الأخيرة صورة للرجل الذي هاجمه، كان ملقى على الأرض. ما قدمه ماسح الأحذية الأنيق كان توثيقا كاملا لعملية سطو أفضت إلى مقتل رجل. كان مندوب شركة البناء يتابع مذهولا. بعد أن انتهى عرض الصور طلب المحامي من مندوب الشركة أن يقدم لخالد شيكا بمبلغ المكافأة. نظر إلى العميد الجبوري الذي ابتسم. فتح المندوب حقيبته، كان الشيك جاهزا ولا يحتاج إلا إلى إضافة اسم المستفيد. مكنت الصور التي التقطها خالد للسيارة التي استعملها الجنات في اليوم الأول من تعقب أثرهم، فقد أتاح رقم تسجيلها الوصول إلى مالكها، وكان رجل أعمال تقدم به العمر فاتخذ سائقا. كان السائق من تزعم العصابة. لم يكن خالد قد استطاع أن يلتقط له صورة واضحة. كان هو الشخص الذي ظل ينتظر الرجلين في السيارة. من خلال اعترافاته علم المحققون أن أحد الاثنين كان مهاجرا غير قانوني في إيطاليا، وهو الذي وفر قنينة الغاز المخدر. كما علموا أن الشخص الثاني الذي نفذ الهجوم سبق له أن عمل بشركة البناء، وكان يعلم مواقيت قيام المحاسب عبد العاطي الأسمر بسحب المبالغ التي تصرف كأجور للعمال. في بضعة أيام ألقي القبض على الثلاثة. ظل راسخا بذهن العميد محمد الجبوري ذلك الكم الهائل من الصور التي التقطها ماسح الأحذية بواسطة هاتفه النقال. عقد العميد مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيق حول واحدة من الجرائم الكبرى التي عرفتها الدار البيضاء. وفي سياق العرض الذي قدمه أشار إلى الدور الحاسم الذي لعبه ماسح الأحذية خالد الحنبلي. كان الشاب جالسا في أقصى المنصة، لم يتوقع أن يمطره الصحفيون بالأسئلة أغلبها حول سر جمعه كل تلك الصور التي تمثل وجوها وأقداما من الدار البيضاء. قال خالد إن حلمه أن ينظم معرضا لكل تلك الصور. قال إنه اختار مقدما عنوانا لذلك المعرض: الدار البيضاء بعيني ماسح أحذية. كان بين الحضور صاحب قاعة للعرض. بعد أيام رن هاتف ماسح الأحذية، كان بجوار البريد الكبير. أبلغه الرجل بأنه على استعداد لاحتضان المعرض.